أجمع المشاركون في افتتاح مقر مرشح الدائرة الثالثة هشام البغلي على ضرورة التصدي لأي محاولات من شأنها عرقلة العرس الديمقراطي وإفساد العملية الانتخابية، داعين إلى محاربة ظاهرة شراء الأصوات والقضاء على المال السياسي. واعتبر المشاركون أن إثارة الشارع تزامنا مع الانتخابات التكميلية البرلمانية محاولة لإسقاط العملية الديمقراطية، مؤكدين أن التصعيد والنزول للشارع لن يؤدي إلى تحقيق الإصلاح المشهود. افتتح مرشح الدائرة الثالثة هشام البغلي مقره الانتخابي في منطقة الجابرية بمشاركة عدد من أعضاء مجلس الأمة ونواب سابقين وناشطين. البغلي دشن مقره الانتخابي بالتأكيد على ضرورة مكافحة بعض السلبيات التي اعتبرها خطرا على نزاهة العملية الانتخابية، أبرزها قضية شراء الأصوات. النقطة الأولى اللي حاليا تغلق الشارع الكويتي وهي مسألة شراء الأصوات، بلشت واللي يقول ماكو لا بلشت عندنا معلومات لكن نبي مساعدتكم اخواني. وانتقد البغلي لجوء البعض الى اثارة الشارع تزامنا مع الانتخابات التكميلية لمجلس الامة، مشيرا الى ان الهدف من وراء ذلك هو افساد العملية الديمقراطية على حد قوله. لماذا دائما تتزامن هذه الامور مع اعراسنا الديمقراطية؟ لماذا يحاولون يشوهون الديمقراطية داخل دولة الكويت؟ يحاولون يحثون الناخبين على عدم التوجه الى صناديق الاقتراع. الكويتيين دائما يحبون يمارسون دورهم كمواطنين صالحين ويتوجهون للصناديق في اي انتخابات. من جانبه نبه النائب سيد عدنان عبد الصمد الى ان البلاد تمر بمرحله حاسمه وتحديات كبيره ممن كانوا يحاولون اختطاف القرار السياسي والديمقراطيه في البلاد، مؤكدا ان الجميع سيتصدى لكل من يحاول عرقله العرس الديمقراطي. مرت الكويت بفترة حاسمة وفترة تحديات، كان هناك من يحاول إجهاض التجربة الديمقراطية في الكويت، كان هناك من يحاول اختطاف القرار السياسي في البلد. بجهودكم المباركة استطعنا أن نتجاوز مرحلة حاسمة دقيقة في حياتنا السياسية. كانوا يريدون تخريب الانتخابات قبل سنتين، ولكن بجهودكم مرينا بالانتخابات ويا مجلس الأمة. نأمل إخواني وأبنائي الأعزاء بحشد كبير لإنجاح هذه التجربة الديمقراطية في كل المناطق. أما مرشح الدائرة الثانية أحمد لاريف اعتبر أن التصعيد الحالي في الساحة السياسية هو امتداد للمرحلة السابقة، مطالبا الجهات المعنية بمواجهة مستخدمي المال السياسي في الانتخابات. هذا التصعيد هو امتداد للتصعيد السابق، وباعتقادنا يعني هذا الطريق لا يؤدي إلى الإصلاح. ونكرر أن صحيح عندنا مشاكل كبيرة ومشاكل كثيرة وهناك فساد إداري ومالي، الأمور تحتاج إلى حكمة وتحتاج إلى مشاركة أهل الكويت كلهم في هذا الأمر، وأيضا رسالة لمن يعني همه الأمر. احنا استمرار الوضع بهذه الطريقة بالمال السياسي ودعم هنا وهناك في الانتخابات أيضا هذا أمر غير مقبول.